في علاقات تانية مرهقة لا أستطيع الاستغناء عنها. علاقة مرهقة مع أب أو مع أم أو مع مدير في شركة أنا مش مستعد إن أنا أسيبها، فيها مستقبلي وفيها تخصصي وفيها السلك الوظيفي اللي بحلم بيه. ساعتها الإنسان بيتعلم إن هو يشتغل تحت ضغط، ولازم يبقى ليه منافذ أخرى تنفس عنه ضغط اليوم اللي في علاقة ما ينفعش يسيبها، زي إنه يكون عنده إنجازات برة وعنده صداقات برة، فما تحصرش حياتك على المكان اللي فيه العلاقة المرهقة عشان كتافك ما تبقاش تقيلة طول اليوم. إن لنفسك عليك حق. حاول يبقى عندك رياضة، المشي على فكرة بينفس عن الاسترس جامد جدا. أصدقاء، قاعدة حلوة بالليل كده تشرب فيها حاجة مع حد. بس فعلا حاول إنك أنت لو مش قادر تستغني عن العلاقة دي، لأن الاستغناء هنا هيبقى مؤذي قوي. حاول إنك أنت تتأقلم مع الضغط ده مع الدعاء إن ربنا يرفع عنك، مع كثرة الصلاة على النبي اللي النبي قال فيها لو أكثرت من الصلاة على النبي إذن تكفى همك، الشيء اللي شغل بالك ده، ويغفر ذنبك.